السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب الدويرة، وبالمناسبة أعيد وأكرر وأفكر المسؤولين بأنه من غير المعقول أن ينشأ ملعب بدون غلاف، لا بد على الغلاف الخارجي. ما هذا ماشي الستركتور نتاع لي تريبون، ما تقدرش تكون هي الغلاف نتاع الملعب. ما نقدروش نخلو لي تريبين عاريين هكذايا ونقولوا هذا هو الغلاف تاع الملعب. الملعب لازم يكون عنده غلاف، والغلاف هذا عنده مهمة يعني جمالية اولا، ثم عنده مهمة نتاع الحماية، يحمي البيطون من الانجراف. لابنتير هذيك لا تكفي، لان لاستركتير لونفلوب ستاد لازم تكون عنده اون انفلوب. كل ملاعب بالعالم عندها انفلوب، غير في البلدان العالم الثالث ولا بكري كما ستاد بالعباس نفس الشيء، تريبون ما عندهاش انفلوب. الملعب لازم تكون عنده اون انفلوب. انا هاد المهندسين اللي داروا التصاميم هادو انا نتحداهم، ماشي غير بالجانب الجمالي. إذن ما تهبلوناش، ملعب لازم يكون عنده. انتم خسرتوا الملايين الدولارات على هذا الملعب، كملوا خيركم، ديروها بلي نورم. هي من ناحيه كره القدم، من ناحيه الرياضه ما فيش مشكل، ما كاش دي نورم في كره القدم اللي تقول لك لازم يكون الغلاف. بصح من ناحيه الهندسيه لازم يكون الغلاف. استغفر الله، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.